خلال السيشنز اللي فاتت اشتغلنا الجزء الديزاين الخاص بالداتابيز ونفذناه كسيكوال على الماي سيكوال وعملنا الديزاين الاولي اللي ممكن نشتغل منه. هنبدا بعد كده بقى في الجزء الخاص بالبي اتش بي. قد يطرا بعد كده ان احنا ممكن نعدل في الجداول اللي احنا عملناها او نضيف جداول، وممكن اثناء شغلنا ساعتها ننفذ الكلام ده. فنبدا بقى بالجزء الخاص بالبي اتش بي. عايزين بقى نبدا في تصميم الريجستر بحيث نسجل اول اكونت على الويب سايت جوه الداتابيز. فالمفترض هنستخدم الريجستر دوت فيو دي بحيث دي تكون اليو اي بتاعنا، انما اللوجيك زي ما احنا قلنا هنخزنه في الفولدر ده، هنكريت بقى جواه فايل اسمه ريجستر، والمفترض هننافيجيت بعد كده على الريجستر ده، والمفترض الملف ده هيعمل انكلود للفيو، فهنعمل هنا في الاخر انكلود وانس، هنرجع فولدر بعد كده هنروح للفيوز جوه الاوس بعد كده ريجستر دوت فيو دوت بي اتش بي. لو جينا عملنا نافيجيشن الى الاوس ريجستر دوت بي اتش بي هنلاقي في warning ده بسبب ملف الديكشنري ليه، لان المفترض في الاول كنا بنفتح الملف ده فكان المسار ده ريلاتيف للملف اللي احنا فاتحينه، لكن دلوقتي هنستخدم الريجستر بي اتش بي مش الفيو، فبالتالي محتاجين ده يكون ريلاتيف للملف الاولاني اللي هو ده. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن نشيل ده من هنا ونضيفه في الاول، وساعتها هنرجع بس مسار واحد بدل مسارين. ليه؟ لان لما نرجع فولدر من الاوس اوتوماتيك هنلاقي ان فيه الهيلبرز موجود بالمنظر ده كده. ليه خليناها في الاول وهنكمل بعدها؟ لان المفترض هنبدا في جزء الفاليديشن وبرضه هنحتاج الجزء بتاع الديكشنري. نبدا بقى في الفاليديشن الخاص بالريجستر. هنتشيك الاول ان السيرفر ريكوست ميثود بتاعه هي بوست، بعد كده هنبدا نفاليديت تبعا للفيلدز اللي موجوده في اليو اي، فيرست نيم لاست نيم يوزر نيم ايميل باسورد وبعد كده ريتايب باسورد. هنشوف الاول ان الفيرست نيم موجود ولا لا، فنقول بوست فيرست نيم. لو مش موجود ساعتها هنضيف ايرور من الايرورز جوه الري اسمها ايرورز، فهنقول الري بوش للايرورز، وهنضيف الفاليد فيرست نيم ريكوايرد. لو هو موجود ساعتها هنجيبه يبقى بوست اوف فيرست نيم، وبعد كده هنشوف الطول بتاعه لان الفاليديشن على الماكسيمم لينث، فهنقول str len اللي هو طول السترنج فيرست نيم لاكبر من 100 ساعتها يبوش ايرور تاني اللي هو ماكسيمم. هناخد بقى الجزئيه دي كده كوبي ونكررها على اللاست نيم، هنغيرها هنا ونغيرها في اسم متغير وكذلك هنا. اللاست نيم مش ريكوايرد فهنشيل الجزء بتاع الالس بالمنظر ده، وهنغير دي الى لاست نيم ماكس. هناخد بقى الجزئيه دي تاني كوبي عشان نفاليديت اليوزر نيم، فهنكتب هنا يوزر نيم وهنا يوزر نيم ونغير اسم المتغير وكذلك هنا وهنا، هيبقى برضه يوزر نيم ماكسيمم ويوزر نيم ريكوايرد. اليوزر نيم له مينيمم لينث فيبقى هنتشيك كمان ان هو اقل من الستة، ساعتها هنضيف ايرور ان هو مينيمم بالمنظر ده. هناخد بقى الجزئيه دي كمان كوبي ونكررها على الايميل، نعمل هنا كوبي ونغيرها هنا وهنا وهنا، ونبقى فاليد ايميل ماكسيمم وفاليد ايميل مينيمم، وكل دول زي ما احنا ترجمناهم لانهم موجودين في ملف الدكشنري كنا عرفناهم خلال السيشنز بتاعت اليو اي اللي هي الديزاين. وهنا هيبقى ايميل ريكوايرد، محتاجين كمان نتشيك ان هو ايميل، فهنقول فلتر فار على الايميل ونقول فلتر فاليديت ايميل. لو هو بفولس ساعتها بقى محتاجين نكتب له ان الايميل الفورمات بتاعه مش مظبوط، فهنكاريت في الدكشنري ونقول هنا فورمات، ونيجي جوه الدكشنري نضيف فورمات ونكتب ايميل is written on a wrong format. محتاجين نفاليديت بعد كده الباسورد، فناخد دي كوبي ونيجي هنا نقول باسورد، نفس القصه هنا ونغير اسم متغير ونغيره هنا وهنا. المفترض الباسورد وريتايب باسورد من 125 ل 6، فنعمل هنا 125 ل 6. هنعدل برضو اليوزر نيم لانه 125 ل 6 فنخلي دي 125، والمفترض الايميل كان 125 ل 5 فنخلي دي 125 ل 5. نرجع تاني للباسورد فنقول هنا باسورد ماكس، ونقول هنا باسورد مينيمم، وهنا باسورد ريكوايرد بالمنظر ده. هنكرر نفس الكلام على الريتايب باسورد، هناخد الفيلد ده كوبي ونضيفه هنا وهنا في المتغير، نغير بقى اسم المتغير ونخلي دي ري ودي ري ودي برضو ري. كنا عشان نتاكد ان الباسورد والريتايب باسورد شبه بعض ولا لا، فكنا في الجافا سكريبت نستخدم الالس ونعمل تو بوليان فاريبلز قيمتهم بفولس، ولما قيمتهم الاثنين بترو ساعتها يبدا يفاليديت ان الباسورد بيساوي الري تايب باسورد. نعملها بقى هنا ازاي؟ هنيجي في الاول نعمل باسورد نو ايرورز بتساوي فولس، وري باسورد نو ايرورز بيساوي برضه فولس. ولو هو وصل للالس هنا معناه ان مفيش اي ايرور من اللي فوق، فنقول هنا بترو. نفس القصه هتبقى هنا بس على الري باسورد. بعد كده هيتشيك ان لو
الباسورد انه ايرورز والريباسورد انه ايرورز الاثنين بترو، ساعتها يبدا يكمبير، يبقى نقول اس تي ار كومبير الباسورد والريتايب باسورد، او الاثنين بيساوا بعض، معناه ان الاس تي ار كومبير بزيرو، ده كده معناه ان الاثنين متساويين فعلا. طب لو عايزينهم مش متساويين، يا اما نستخدم الالس او ننفين شرط، او نيجي هنا اهو نحط لا يساوي زيرو، ساعتها هيبوش ايرور يقول valid password match بالمنظر ده. كده عملنا validation على ال UI بتاعت الريجستر وكوننا الايرورز. هنا هيتشيك بعد كده ان لو في ايرورز ساعتها محتاج يرجع تاني لل UI ويعرض الايرورز دي، وعشان نخليها flashing هنفتح السيشن في الاول ونضيف الايرورز جوه السيشن ونقول ايرورز بيساوي الايرورز دي، والمفترض يعمل redirect تاني لصفحة الريجستر، فهيقول header وهيخلي اللوكيشن نفس الصفحة اللي هو فيها بس عن طريق ال get request، فهيبقى os slash register php، وبعد كده يعمل return. لو لأ ساعتها هيبدأ بقى يكونكت مع database ويضيف الاكاونت ده. عايزين بقى ننفذ الجزئية دي، هنفترض جدلا ان السكريبت مؤقتا مش موجود لحين ما نخلص الفاليديشن بتاعة الريجستر، فببساطة ممكن هنا نزود حرف ال t بحيث اللي جوه ده ما يشتغلش، فنيجي نجرب نعمل register فعمل submit عادي اهو. عايزين بقى نعرض الايرورز دي هنا بحيث تكون ظاهرة بنفس التأثير اللي بيظهر هنا، فنيجي نعمل php ونتشيك الاول ان الايرورز دي موجودة جوه السيشن في المنظر ده كده، فجواها بقى نعمل فور لوب لو الايرورز موجودة، فنعمل هنا فور each على session وفي الايرورز ونقول هنا as error بالمنظر ده كده. عايزين بقى نعرض هنا الايرور، فهنروح جوه الاب وناخد الباراجراف ده ونضيفه هنا نفس القصة على الاي بحيث يكون نفس الستايل، ويتضاف بعدها الايرور، فنعمل هنا php echo error بالمنظر ده كده، والمفترض دي ليها parent اللي هو الايرورز كونتينر، فهنضيفها جواهم. ومحتاجين بعد كده نعمل unsetting للايرورز دي بحيث تكون flashing، فنيجي ناخد ده كده copy، ونيجي بعد ما يخلص الفور لوب نعمل unset للسيشن ايرورز بالمنظر ده. المفترض دي none by default، فممكن بدل ما هي منضافه كده نتشيك برضو ان لو في ايرورز ساعتها دي ما تكونش موجوده في بدايه الصفحه. طب نعمل دي ازاي؟ هنمسح دي ونضيف جوه الكلاس جمله بي اتش بي، ونستخدم ترني اوبريتور ونقول الست للسيشن وفي الايرورز بس جوه سنجل كوت علامه استفهام. ساعتها لو دي موجوده مش هيضيف حاجه، لكن لو مش موجوده هيضيف الكلاس اللي اسمه دي نون باي ديفولت، بحيث نستغل الجزئيه دي في الجافا سكريبت وفي البي اتش بي نعرض نفس الايرورز. نيجي بقى نجربها، هنعمل ريجستر هيبان بالمنظر ده كده. ليه بس ظهر على الفورمات ده؟ ان هو للايميل بس مش باقي الفيلدز، لان احنا محتاجين برضو مع الاس ست نتاكد من الطول ان هو اقل من او تساوي زيرو، فهنيجي في كل فيلد من دول ناخد ده كوبي بالمنظر ده ونقول هنا اقل من او تساوي زيرو، ساعتها يبقى هنا required، ناخد دي كوبي ونكررها في اليوزر نيم، ويبقى هنا على اليوزر نيم وهنا يوزر نيم، ناخدها برضو كوبي على الايميل، ناخد دي كوبي هنا ونوحد المتغير بالمنظر ده، ناخد برضو جزئية دي كوبي على الباسورد والريتايب باسورد، هنغير المتغير ونخلي دي valid password required، وهنا هنغير المتغير ونخلي دي برضو required بالمنظر ده. نيجي نريجستر تاني تظهر بالمنظر ده كده، لو جينا دخلنا اي بيان هيطلع بالمنظر ده، last name و first name register هيجيب باقي الفيلدز بالمنظر ده كده. نرجع بقى حرف ال T للريجستر، يبقى في السيشن ده عملنا الفاليديشن الخاص بيه الريجستر ويب بيج.